الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وعلى آلائه الجسيمة، حيث أنزل إلينا أفضل الكتب، وأرسل إلينا أفضل الرسل، وشرع لنا أفضل شرائع دينه، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له، ولا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ما من باب للخير إلا ودلنا عليه، وما من باب للشر إلا وحذرنا منه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعلى من اهتدى بهديه وسن بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فاسمعوا لقول الله وعد، إذ يقول في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وحدوا الله وصلوا على حبيب الله. مع الدرس السابع بعد الستين من دروس الوعظ والإرشاد والتذكير، ومع موضوع مهم، ألا وهو حياة البرزخ. عباد الله، نحن في هذه الأيام سنودع شهرًا عظيمًا، وهو من أواخر الشهور العربية القمرية، وهو شهر ذي الحجة، وسندخل في شهر جديد، في عام جديد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العام مباركًا علينا وعلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وعليه فإنه من الأجدر أن يتذكر الإنسان الموت، لأنك كما أنت في هذه الأيام في آخر السنة الهجرية، ستنتقل إلى سنة هجرية جديدة، كذلك هي حياتك أيها المؤمن، وكذلك هي حياتك أيتها المؤمنة، ستنقضي، إن هي إلا أيام معدودات، ثم تنتقل من هذه الدار إلى تلك الدار. هذه الدار هي دار ممر ودار عبور، وتلك الدار هي دار خلود. قال الله سبحانه: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال أهل التفسير: الحيوان يعني الحياة الحقيقية الكاملة المستمرة التي ليس فيها فناء وليس فيها موت. أما هذه الدار، دار الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى حكم على الموت جميع الأنفس، فقال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت. وقال سبحانه: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه وتعالى: كل
شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. والآيات في ذكر الموت وذكر البرزخ وذكر الحياة الأبدية كثيرة جدا في القرآن العظيم. فتعالوا بنا لنرى كيف يكون حال المؤمن وحال غيره في تلك اللحظات. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا كان المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، وجوههم كالشمس، ينتظرون نزع الروح، وفي أيديهم أكفان بيضاء. فيأتي ملك الموت وأعوانه، لأن الله سبحانه وتعالى كفله بقبض أرواح بني آدم، وقبض أرواح الحيوانات، وقبض أرواح الجن والشياطين، وقبض أرواح الملائكة. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل لكم. كل الأرواح يقبضها ملك الموت، إلا روحه هو فيقبضها الله سبحانه وتعالى. ونحن دائما نقول أن ملك الموت لا يتقدم أو يتأخر إلا بأمر الله. قال عالم من العلماء وهو سماك الحنفي رضي الله عنه وأرضاه، قال: سألت ابن عباس وكان قد كبر في السن وعميت عيناه، قال: يا ابن عباس، لدي أمر في خلدي يخالجني ولا أستطيع أن أفكه من عقلي. قال: ما ذاك؟ قال: كيف لملك الموت أن يقبض روحا في المشرق وروحا في المغرب في نفس الوقت؟ قال: ويحك، إن الله سبحانه وتعالى جعل لملك الموت قدرة كأن إنسانا أمامه مائدة من الطعام يأخذ منها ما يشاء وما يحمل. الأرواح الكل كأنها في مائدة أمام ملك الموت، منين يحب ياخذ؟ سبحان الله. فهذه القدرة أعطاها الله سبحانه وتعالى لملك الموت كي يقبض أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين، أرواح الجن وأرواح الشياطين، أرواح الملائكة وأرواح الحيوانات في نفس اللحظة في أجزاء الثانية. واحد يموت في الهند، واحد يموت في الصين، واحد في المغرب، واحد كذا، في نفس الوقت، لا يعجزه شيء، لأن الله سبحانه وتعالى أمد له في هذه القدرة وأعطاه هذه القدرة، فلا يصعب عليه شيء منها. فلذلك يا عباد الله، لما يأتي ملك الموت عند ناصية المؤمن تأتي أعوانه فتعالج خروج الروح، وخروج الروح يبدأ من الأقدام، من الصوابع بتاع الساقين وهي طالعة، حتى تصل إلى البلعوم، إلى التراقي. أهما تراقي؟ العظمين الناتئين البارزين على جانبي الرقبة مما يلي الصدر. وقت اللي توصل الروح عند ذاك الموقف، يأتي ملك الموت ويقول لها: اخرجي ايتها الروح الطيبه الى روح وريحان ورب غير غضبان. فتخرج هذه الروح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالقطره تخرج من في السقاء، اي كانها قطرات ماء تنزل من قاروره الماء سهله. فيعالجونها، ياخذونها اولئك الملائكه، يعني لا يتركونها في أيدي ملك الموت، حتى يأخذونها ويلفونها بتلك الأكفان المتأتية من جنات النعيم، ويصعدون بها إلى السماء. عندما يصلون بها إلى سماء الدنيا تفتح لهم كل الأبواب، والملائكة ملائكة الأرض والملائكة التي بين السماء والأرض كلهم يقولون: ما هذه الريح الطيبة؟ فيقولون: إنها روح فلان ابن فلان، ويسمونه بأفضل الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا. فتفتح له أبواب السماء، السماء تلو السماء، حتى تصل إلى السماء السابعة. عند ذلك يناديهم الله سبحانه وتعالى ويقول لهم: أرجعوها إلى الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فترجع إلى الأرض فيمد في قبرها مد البصر. وهذه الروح، روح المؤمنة، سواء كان مات على فراشه أو في الشارع
أو في المسجد أو في متجره أو في البحر، أو مات غرقا أو مات حرقا أو مات تحت الردم أو تفتت أو انفجر عليه بركان، كل ذلك يجمعه الله سبحانه وتعالى ويجعل له قبرا. يعني أن القبر يا عباد الله ليس كما يتوهم الناس المتر ونصف ولا زوز متر على نصف متر هذاك هو فقط، لا، كثير من الناس من تبخرت أجسامه بسبب الانفجارات وبسبب الحرائق، وانتم تعرفوا الحرائق الاخيره هذه اللي ضربت بوغرمين وقبور السدريه والجبل، سلسله هذه الجبال ان كانت بفعل فاعل نسال الله سبحانه وتعالى ان يذيقه مثل ما ذاق الناس، وان كانت بغير فعل فاعل فنسال الله سبحانه وتعالى ان يريحنا من هذا الحريق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اذا رايتم الحريق فكبروا فان التكبير يطفئه. وهذا الحديث رواه ابن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، وهو حديث صحيح. فلذلك حتى النار اللي تشوفها في الدار ولا كذا ما تبقاش مفجوع، حاول انك تكبر وتسبح وتذكر الله سبحانه وتعالى، فان الله اكبر من ذلك بكثير، فان الله قادر على اطفائها في لمح البصر. كذلك يا عباد الله، بعد ان يمد في قبره مد البصر، يأتي له رجلان منكر ونكير فيسألان، كل إنسان رأوا بش يسأل: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيه؟ ما يدريك ما يدريك؟ أما المؤمن فيجيب والله سبحانه وتعالى يثبته ويطلق لسانه، لقول الله سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يعني هذه الكلمات أجوبة الأسئلة ليس سندرسها الإنسان، لا، كثير من الناس أميين ولا يعلمون القراءة ولا الكتابة، وتجد لسانهم طلقا فصيحا في ذات الموقف. وكثير من الناس ممن كان صاحب علم ويقرأ الكتب وكذا، ولكنه لا يجد للسؤال جوابا في ذاك الموقف. نسأل الله السلامة ونسأله الثبات في ذاك الموقف. فيسألانه وهو يجيب: ربي الله، إمامي القرآن، ديني الإسلام، محمد صلى الله عليه وسلم هو إمامي، جاء بالحق من ربه، ما يدريك ما يدريك؟ يقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. ثم يبشرونه، والملائكة تبشره قبل نزع الروح كذلك، لقول الله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي وقت الاحتضار، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم بعد الملكين يأتيه رجل أبيض شديد البياض الثياب فيقول له: من أنت؟ فوجهك لا يبشر إلا بالخير، فيقول له: أنا عملك الصالح. ويرى له شباك من جهنم، ويقول له يقولون له: هذا مقعدك إن أشركت بالله. يعني كل إنسان عنده مقعد في الجنة ومقعد في النار. المقعد تاع النار أنت أيها المؤمن تنظر إليه أولا فتزداد خشية وخوفا، ثم يرى مقعده في الجنة، شباك من الجنة، ويقال له: هذا مقعدك إن آمنت بالله. ثم تأتيه من روح الجنة ونعيمها الله سبحانه وتعالى بذلك عليه. ننتقل الآن إلى الآخر. من هو الآخر؟ الكافر والمنافق والظالم والمعتدي على الناس والمفسد في الأرض، لا يجد للسؤال جواب. عندما تحضره الموت يأتي ملك الموت عند رأسه، وتأتي الملائكة أعوان ملك الموت، وتنزل ملائكة من السماء سود الوجوه سود الثياب، عليهم كفن أسود منتن، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا وقت الاحتضار المسلم بني آدم يرى كل شيء، الغيبيات هذيك كلها يراها بعينه، يشوف ملك الموت، يشوف الأعوان نتاعه، والذين بجانبه لا يرون شيئا، واضح؟ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون.
فلذلك الله سبحانه وتعالى هذا الذي كان كافرا ومشركا وظالما ومنافقا ومفسدا في الارض لا يوفقه للجواب ولا يوفقه للهدى. فهنا عندما ترى نفسه، ترى الروح ملك الموت تدخل وتتفرغ في جسده، فيدخل ملك الموت في الجسد ويخرجها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجها كإخراج السفود من الصوف المبلول. السفود ذاك الحديد اللي فيه مناك الأشواك عن اليمين وعن اليسار ينزعها من الصوف المبلول، كذلك شبه هذه الصورة بتلك الصورة. ثم يأخذها الملائكة الذين نزلوا من السماء فيلفونها بتلك الخرق السوداء المنتنة ويصعدون بها كذلك إلى السماء. الصعود راه موجود، يصعدون بها إلى السماء. عندما يصلون إلى السماء الدنيا هذه التي نراها، هذه هي الدنيا وهذه هي الأولى. يعني بعض الناس يقول لك سماء الدنيا وحدها والسماء الأولى وحدها، لا يا سيدي، السماء الدنيا هذه وهذه هي السماء الأولى، وفوقها ست سماوات، وفوقها بحر متلاطم الأمواج، وفوقها عرش الرحمن. وحد الله، وصلوا على حبيبنا. عندما يصلون بها إلى السماء الدنيا يستفتحون أبواب السماء فلا يفتح لهم. قال الله إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. الآيات يعني السماوات مغلقة لا تفتح لهم، ماذا يصنعون بها؟ ينزلون بها إلى أسفل سافلين، ينزلون بها إلى الأرض السابعة ويبرقون بمطالق من حديد، نسأل الله السلامة والعافية. ثم بعد ذلك ينزل عليهم ملكان منكر ونكير فيسألانه الأسئلة المعروفة، من ربك وما دينك وما الرجل الذي بعث فيك وما يدريك ما يدريك، فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون فقلت. ثم يأتيه رجل بعد ذلك يرتدي السواد منتن الرائحة فيقول له من أنت؟ فإن وجهك لا يبشر إلا بشر، فيقول أنا عملك الطالح. ثم يرى له مقعده من الجنة أولا فيستبشر، فيقولون له هذا مقعدك إن آمنت بالله واتبعت رسول الله. ثم يرى مقعده في جهنم ويقولون له هذا مقعدك إن أشركت بالله، ويتركونه فيزيد عليه القبر ضيقا حتى تتكسر فيها أضلاعه. ننتقل الآن إلى الحياة البرزخية، هذه أول المشاهد، أول ما يموت الإنسان يمر بهذه المراحل، ولكن هناك مراحل أخرى. ما هي هذه المراحل؟ هل أن أهل المقابر يأكلون ويشربون؟ هل أن أهل المقابر يلبسون أم أنهم عرايا؟ هل أن أهل المقابر يذهبون فيزورون بعضهم البعض؟ هل أن أهل المقابر يزورون الأحياء؟ كل ذلك سنجيب عنه بإذن الله. عباد الله، أهل المقابر قال الله سبحانه وتعالى في صنف منهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. عند ربهم يرزقون أي يأكلون ويشربون، ولكن أكل غير الأكل في الدنيا والشرب غير الشرب الذي هو في الدنيا. كذلك يرتدون ثيابا من جنات النعيم تأتيهم البشائر وتهنئهم الملائكة بأعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنيا، ويجدون مصباحا لهم يا عباد الله فوق رؤوسهم وبين أيديهم. ما هذا المصباح؟ إنه القرآن. اقرأوا القرآن يا عباد الله فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القرآن إذا صاحبته في الدنيا سيصاحبك في كل المراحل، في القبر وفي الحشر وفي عرصات يوم القيامة وفي جنات النعيم. تمسك بالقرآن فإنه والله الحبل المتين،
وإنه والله الواسطة بينك وبين الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، المؤمن في الحياة البرزخية تصبح هناك منازل، منازل، بيوت، قصور. المؤمنون أحياء لوحدهم، والكافرون أحياء لوحدهم. ولو مات المؤمن ودفن في مقبرة الكافرين والمشركين بدلت أحواله في المقبرة، فيجد نفسه بجوار المؤمنين الصالحين، والعكس كذلك. فلو أن كافرا مات ودفن بين أحضان المسلمين بدلت أحواله في البرزخ، فيجد نفسه بين أحضان الكافرين، والملائكة يوصلونه إلى بيته الذي عمره في الدنيا. شوف وقت اللي تصلي برشا وتصوم وتقرأ القرآن قاعد تبني في دارك هذيك. هذاك علاش وقت اللي تمشي للمقابر بعض العجزة الناس الكبار يقول لك هذايا هو الدار، هذه هي الدار اللي باش تبنوها. ابني شوي في دارك الدنيا وابني في الدار هذيك، لأنها الدار هذيك إما ستكون لك دارا قصرا منيفا شاسعا واسعا، وإما سيكون لك حفرة من حفر النار. نسأل الله السلامة والعافية. فهنا الإنسان المؤمن يقوده الملائكة إلى أصحابه فيستبشرون، يخرج أهل المقابر من الصالحين ينتظرونه، يجوا باش يسلموا عليه، فيسألون أين فلان، ماذا فعل فلان، فتقول لهم الملائكة اتركوه حتى يرتاح، فإنه جاء من غم الدنيا، خلوه يرتاح، رغم ما زال مغموم من غم الدنيا. ثم بعد ذلك يتزاورون ويتقابلون ويستريحون في نعيم مقيم حتى تقوم عليهم الساعة وهم على ذلك، طال وقتهم أو قصر. ثم بعضهم من يرسله الله سبحانه وتعالى إلى الأحياء، يقف عليك على المنام في المنام يقول لك أعمل وأعمل وأعمل، وبعضهم من كان في المقبرة فتمر به فتسلم عليه إلا ويرد الله عليه روحه فيرد عليك، وهذا حديث صحيح ثابت. كذلك عندما تصل إلى مقبرة لتزور أباك أو أمك حدثه عن تفاصيل الدنيا، فإنه تصله أخبارك ولكن دون تفصيل. يقول له يا فلان راه ولدك عرس، ويا فلان راه ولدك دخل الحبس، ويا فلان راه ولدك هز الشهادة الفلانية، ولكن دون تفصيل. فأنت عندما تقف على قبر أبيك وأمك فتقول لهم يا أبي لقد تزوجت وأنجبت كذا، والله سبحانه وتعالى أصلح من حالي، فتركت طريق العصيان واتخذت طريق الطاعة، راني نصلي، راني نقرأ في القرآن، صلح حالي بعد مماتك. فيستبشر أبوك بأنه خرج من الدنيا وهو حزين عنك، خرج من الدنيا وهو حزين، لا يدري ماذا خلف بعده. وأما الآخر الكافر والمنافق والمفسد والعياذ بالله، فإن مصيره والعياذ بالله معروف، يفتح له أبواب وشبابيك من جهنم، فيأتيه من لهيبها ويأتيه من رائحتها، حتى يقول يا ربي أقم الساعة، يا ربي لا تقم الساعة، فيتلبك فيقول أقم الساعة ظنا منه أنه سيخرج من ذاك الجحيم، ثم يقول يا ربي لا تقم الساعة، لأنه أصلا لا يؤمن بقيام الساعة أصلا. أما المؤمن فإنه يقول يا ربي أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي فأخبرهم بما وجدت، وأخبرهم بماذا وجدت من النعيم ومن هذا البهاء وهذه الحفاوة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من عباده الصالحين وأن نكون من عباده الأتقياء. ويوم القيامة عندما يفزع الناس يقوم أهل المقابر المؤمنون في سعادة، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا
لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يعني تزيد تبشرك الملائكة وتجيبك الملائكة ما هيش مش سيدك، الملائكة ديما معاك والملائكة ديما توصلك الأخبار والملائكة. يعني الإنسان وقت اللي تحضر الكلمانية ما تبداش خالص، راه اللي جاي أفضل من الذي تركت، راهي هذيك هي الدار الحقيقية. الآن عشت محرومة، الآن كثير من الأشياء لم تستطع شراءها، الآن لم تفلح في دراستك، الآن لم تفلح في زواجك، ولكن هناك فلاح أبدي عظيم، وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال الله سبحانه: وللآخرة خير لك من الأولى. الآخرة خير لك من الأولى، الله سبحانه وتعالى يتكلم، الآخرة أفضل من الأولى. فلذلك يا عباد الله صلوا أرحامكم، بروا بوالديكم، ذكر أبوه وأمه اللي ماتوا برا، زورهم، عندك مدة ما زرتهمش، لخريلين القلب بتاعك، أرجع الحقوق إلى أصحابها. كل إنسان ظالم ومفسد بالأرض ذكره بالموت واتركه، قلنا ربي شي شي كنهار وتموت، تو تشوف كيفاش الخلايا نتاع الدماغ نتاعه الكل تتفرعس، لأنه ما كان يتصور أنه سيموت. وكثير من الصبيان الآن وهذه نحافظوا على أولادنا، يمشيوا للبحر خاصة في شط سليمان وكذا، محفر البحر، هو يتلفف ما يلقاش ولده، يجدوا البحر. كثير من الشباب الآن ماتوا غرقا في هذه بهذا العام. فلذلك الإنسان أن ينتبه. كذلك فما شيء على الإنسان أن يفعله طبقا لشريعة الله سبحانه وتعالى. الزواج سنة من سنن الله، نعم، ولكن إزعاجك للمسلمين وقت اللي تبدأ أنت في الشارع تسكر الطريق منه ومنه، تعمل باش منه وباش منه، وتجيب الفوشين وتجيب الخمور وتجمع أصحابك وتصفير وعيار واختلاط وعراق وفسوق ومجون حتى مطلع الفجر قبيل الصبح، كم هما ساعتين ما ثلاثة، جيرانك ما فكرتش فيهم، ما فيهمش المريض، ما فيهمش اللي هو مسكين يروح تاعب من العمل لا يجد وقتا للراحة إلا في ذاك الوقت. علاش ما تمشيش للقاعات المخصصة لذلك بعيدة عن الناس؟ توا فما قاعات خاصة نتاع أفراح تلقاها في الغابات وإلا في الأماكن البعيدة، يمشوا أهل العرس هم يظهروا في عرسهم. ولكن ديما نقولوا لو كان تطبق شرع الله سبحانه وتعالى فتأتي بعرس يعني أقل نقودا وأكثر طاعة وابتعادا عن المعاصي خير لك في الدين والدنيا. أما إذا كانت الليلة بتاعك لولانية ابديتها بالخمر وبالعراء وبالفسق وسب الجلال يكفر بربه سبحانه، يعني هم لا عقول لهم. ويعني بعد ذلك يدور العام قبل ما يكمل العام، مش عام أنت ومريتك، يقول لك والله راهي القضية متاعنا في المحكمة راهي مش تطلع. شفت كيفاش؟ ما بني على باطل فهو باطل. اتقوا الله، خافوا ربي سبحانه وارجعوا إليه فإنه غفار للذنوب ستار للعيوب. هذا اللي نوصيكم به، أراه في الدنيا اللي ينصحك خذ النصيحة، اللي ينصحك بالحق وينصحك باتباع الهدى خذ بالنصيحة تاعه ولو كان الكلام تاعه قاصر. لأن بعض المصلين شكره الإمام تاعنا شدد علينا وقسى علينا وكذا، يا أخي نقسى عليه من راسك، لا، هذا شر الله وهذا لا وجد في الكتاب والسنة. نخرته ونقلته لكم ليس من عندي، وبالعكس أنا أخاف عليكم كما أخاف على نفسي، وأعوذ بالله أن أكون قنطرة تمرون بها إلى جنة النعيم ويلقى بها في الجحيم، نعوذ بالله من ذلك. وكلنا خطاؤون، ولكن خير الخطائين التوابون الذين يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفرون. إني داعٍ فأمن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم وفقنا إلى كل خير. اللهم أصلح أحوالنا.
الرعية. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم بارك لنا في آبائنا وأمهاتنا، وبارك لنا في زوجاتنا وذرياتنا، اللهم نشحهم بامتحاناتهم وأعمالهم يا أرحم الراحمين. اللهم من كان معنا في هذه الساعة مريضا فاشفيه بشفائه يا شافي يا معافي. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، واقم الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.